بسم الله الرحمن الرحيم. أساسياتك في عرض منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية. تم تنفيذ المنظومة يا فندم بناء على توجيهات سيادتكم بشأن التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، استرداد أراضي الدولة وحوكمة التعدي عليها، التغلب على مشكلة تعدد مصادر البيانات المكانية مما يعيق خطط التنمية للدولة، تكامل البيانات الحكومية والمكانية من خلال منظومة رقمية وإتاحتها أمام متخذ القرار. المنظومة يا فندم بتهدف إلى سيطرة الدولة على ثرواتها وحماية أراضيها، سرعة اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية، وترشيد الإنفاق الحكومي. إمكانيات المنظومة يا فندم: توفير منصات الصور الأقمار الصناعية بقدرة تحليلية مكانية مختلفة لمتابعة ورصد جميع المتغيرات على الأرض بكامل أنحاء الجمهورية، إتاحة خرائط الأساس بمقياس رسم 1:2500، ودي أول مرة فانتم تنتج في مصر، لتوفير البيئة المناسبة لتوحيد وتكامل البيانات الحكومية، إتاحة خرائط رقمية ذات مقياس رسم مختلفة للمساهمة في خطط التنمية للدولة، المساعدة في التخطيط الاستراتيجي للدولة. من نتائج وأهم نتائج المنظومة يا فندم إنشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والذي يعمل طبقا لقانون 144 لعام 2017 للمساهمة في دور التقنين أوضاع واضع اليد على أراضي الجمهورية وحوكمة التعدي عليها، ويقوم بالربط مع المحافظات. إنشاء المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، ويقوم بالربط مع جميع الجهات والمركز التبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المنظومة يا فندم تم تصميمها طبقا لأحدث التقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الحاسب الآلي. أمام سيادتك المنصة الإلكترونية للمنظومة، واللي بتكون شريط الأساس من دعم اتخاذ القرار، وبيختص ببيانات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. قبل تنفيذ المنظومة يا فندم كان كل جهة في الدولة لها خرائطها الخاصة وبياناتها ونظامها الجغرافية الخاصة بها، وكان صعب ان احنا نكامل البيانات. انتجنا خريطة رقمية لتوحيد البيانات لسهولة اتخاذ القرار والتكامل مع الجهات الاخرى. مؤشرات الاداء العام، وده يا فندم بيختص بجميع البيانات في المحافظات، موقعة على خريطة الاساس 2500، وبتتيح للمحافظة توقيع كل بيانات المحافظة وتكون دقيقة وبدقة عالية. المنصة الجغرافية، ودي بتضم يا فندم منصات صور أقمار صناعية بقدرات تحليلية مكانية مختلفة، وخرائط رقمية ابتداء من 1 لمليون، 1 ل100 ألف، وحتى خريطة الأساس 1 ل2500. التخطيط الاستراتيجي، وده يا فندم بيختص بخطط الدولة المستقبلية من حيث الاستثمارات، إنشاء الطرق، المدن الجديدة، التدريب والتأهيل، وبما يعود على الدولة بالنفع وتوفير حياة كريمة للمواطن. من أهم إمكانيات المنظومة يا فندم هو إتاحة الصور الأقمار الصناعية، واللي استفادت منها جهات عديدة بالدولة، وهي حققت لنا يا فندم هدفين رئيسيين. الهدف الأول إن أنا بتابع أي مشروع بيتم تنفيذه على أرض الدولة، والهدف الثاني رصد أي متغير خلال 24 ساعة طول أيام السنة. وإحنا اخترنا بعض الأمثلة نعرضها على سيادتك النهاردة. متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية، وبمناسبة تشريف سيادتك لمحافظة الأسكندرية، اخترنا مشروع تم تنفيذه بمحافظة الأسكندرية، هو مشروع مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض. ده موقع المشروع يا فندم بتاريخ 5/2/2019، رصدنا في 20/11/2019 تم تنفيذ عدد 3 مبنى خرساني، وتنفيذ الأساسات للمبنى الرئيسي للمسجد، وتجهيز الموقع العام لأعمال اللاندسكيب والطرق. الموقع فندم اليوم الوضع الحالي كما هو أمام سيادتك، تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وجاهزيته للافتتاح بتشريف سيادتك.
يا شريف قمر يا فندم. انا لما اتكلمنا في المنظومه دي كنا الهدف منها طبعا متابعه المشروعات اللي بتتم على مستوى الدوله بالكامل، لكن احنا كنت اتمنى ان النموذج اللي احنا بنعرضه دلوقتي على سبيل المثال، انت شايف الارض اللي جنب منك دي؟ تمام يا فندم. الديد تحت، كنت اتمنى ان احنا نقدر نعمل ده على مدى 10 سنين مش كده؟ تمام. لا ما تقوليش تمام، موجود يا فندم مش كده؟ ايوه شريف موجود يا فندم. يعني انا بقول كده للمصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، لما اجي هقول لحضرتك انك انت ان احنا اصدرنا قرار بعمليه التجميد البناء المخالف من 3 سنين عشان نعمل عمليه المصالحه، لازم تكونوا عارفين ان احنا على لدينا البيانات اللي هتقول ان حضرتك حتى بعد هذا التوقيت انت خلفت. انا عندي للدوله المصريه، انا بقول الكلام ده بقدم اللي بيقوله اللواء الشريف، عندنا على مستوى الدوله المصريه القدره على ان احنا نبص على التطورات اللي بتتم على الارض يوم بعد يوم 10 سنين سابق. ايوه يا فندم 10 سنين سابق. تمام. يعني خلال ال10 سنين اللي فاتت انا اقدر ابص على اي محافظه، على اي قريه، على اي تجمع على الارض، واقول ان من في باليوم. تمام. يعني التوقيت باليوم هيطلع 20. ايوه تمام. اقول باليوم حصل هنا كذا، وبعد شهر حصل كذا، وبعد شهر حصل كذا. انا بقول كده ليه؟ لان احنا جادين في حلمنا لبلدنا. تمام. فاهم يا شريف؟ تمام يا فندم. فاهم، جادين لحلمنا لبلدنا، ولما نقول هنظبط الدنيا ونسيطر على الكلام ده، الكلام ده انا قايله لشريف من 3 سنين. تمام يا فندم. مش كده يا شريف؟ تمام يا فندم. عشان نوصل يبقى عندنا منظومه كلفتنا كتير قوي. عشان اقول النهارده انا شايف هو جاب على المثال بتاع المسجد عشان يعني يبقى ما يزعلش حد. لا طبعا. اللي نقول للناس تعالوا انتوا ما كانش في بيت هنا انت بنيت. طب معاك رخصه لكده؟ طب دي ارضك؟ طب دي ارض زراعيه؟ مش كده؟ تمام. طب هنتحاسب ازاي؟ او هنمنع الكلام ده ازاي؟ لا، دلوقتي لدينا منظومه، هذه المنظومه تستطيع، وتصحح لي يا شريف اذا كنت تمام يا فندم. تمام. تستطيع ان تتابع العمل على مدى 10 سنين فاتوا. تمام. يعني من 2011 اللي هو بدايه التجاوز اللي حصل في الدوله المصريه لغايه تمام. دلوقتي. تمام يا فندم. الدكتور مصطفى. فهنبقى النهارده واحنا بنقنن الموقف او بنزل قرارنا فيه، احنا معانا بيان، مش هنزل لجان تبص على المشروع يا جماعه، لا 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 لا، مش هنعمل كده. احنا عندنا علم وعندنا تكنولوجيا موجوده العالم توصل لها، بيخلينا نقدر نشوف شكل الدوله المصريه من 10 سنين بالملي، ولا انا مش واخد بالي؟ تمام. اتفضل يا شريف كمل. المثال الثاني يا فندم هو رصد المتغيرات المكانيه، وده اللي بياكد اللي سيادتك وجهت بيه ان احنا بنرصد كل متغير في الساعه في اليوم طول ايام السنه. احنا اخترنا يا فندم قريه في احدى محافظات الدلتا، ورصدنا القريه دي تاريخ سابق يا فندم 5/6/2016، وعندنا القدره ان احنا نجيب تاريخ ابعد من ذلك. دي يا فندم القرية أمام سيادتك، دي رقعة زراعية، منطقة سكنية، رصدنا في التاريخ 9/2/2017، يعني تقريبا سنة، لاحظنا تجريف جزء من الرقعة الزراعية وتحويلها إلى مباني وتعلية بعض المباني. وأنا بأكد أمام سيادتك إن إحنا عندنا القدرة إن إحنا نرصد المتغير في المبنى بالدور. الوضع الحالي يا فندم في شهر 8/2020 تلاشي الرقعة الزراعية وتحويلها إلى كتلة سكانية عشوائية. وأنا بأكد أمام سيادتك إن إحنا قادرين رصد تمام. ارجع لو سمحت يا عاشر. ارجع من فضلكم للي قاعدين في القاعة واللي أكيد التلفزيون بينقل ده دلوقتي. ارجع للأول خالص. التاريخ ارجع في التاريخ. 2016 ده كان شكل الارض، واللي كان واضح ان هي يعني بتتجهز لل تمام. وعايز اقول هنا ايه، طب احنا ما ذكرناش المحافظ،
طب المحافظ فين؟ طب المحليات فين؟ طب اي حد موجود من الشباب القرية ديت وشايف ان انت بتهدر ارض غالية جدا عشان تحولها المباني، عشان تحولها المباني. ده 2016، ما قلتش 2011. انا لو قلت 2011 هاخد اللي ورا ده. لو قلت 2011 يا جماعة اللي سامعيني هناخد، نلاقي ان المكان ده كان فاضي، ما كانش كده. وبعدين احنا النهارده من 16 ل 20 اربع سنين، شايفين المطايا قد ايه؟ هات بقى للاخر كده، ادي الدوله. وبعدين تقول لي حط لي صرف صحي، وحط لي كهرباء، وحط لي ميه شرب، واعمل لي طرق تاخدني من المكان ده وتوديني ليه. اللي انتوا شايفينه ده قريه واحده من 4500 قرية. واللي انتوا شفتوه ده النمو ده الدكتور مصطفى بيتكلم على اكتر من 30,000 تابع، يبقى خمس ست بيوت زي اللي انتوا بتشوفوه ده. تعالوا اتفرجوا كمان سنتين ثلاثه على ده البيت اللي انا في جنب الحته دي، هتقول لي هنا 10 12 بيت. طب يا جماعه انتوا ناويين تعملوا ايه في بلدكم؟ ناويين تعملوا ايه في بلدكو؟ انا بقول كده لان انا دكتور علي مش عارف اعمل ايه. انا بتكلم بجد. لا اصل دي ظاهره. انا مش عارف اعمل، وانا بقول للمصريين انا مش عارف اعمل ايه. ايه اللي احنا فيه ده؟ وكل الكلام ده على مستوى الدوله المصريه. يا جماعه ده احنا دي ارضنا. دي ارض اللي بنزرع من بناكل منها. انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده ليه؟ عايز اسكان؟ احنا هنعمل اسكان وبنعمل اسكان. احنا اكتر من مليون وحده سكنيه يا دكتور مصطفى، ومستعدين نعمل اكتر من كده. لما بنيجي نروح في المحافظات دي ناخد قطعه ارض ونبني عليها تجمع احنا اللي عاملينه، الناس ما بتاخدوش. وصلح لي يا دكتور مصطفى، الناس ما بتاخدوش. لا لا لا، انا بقول كده لان الدولة بمؤسساتها كلها محمد زكي مسؤولة عن الحفاظ عن الدولة المصرية. الدولة يا محمد زكي بمؤسساتها كلها داخلية، لا لا لن أسمح أبدا إن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده. وحد يتصور إن هو، لا والله لو الأمر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يا يعني نوقف ونبقى بدوله مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا، يسيب مكاني وامشي من هنا، ويبقى اي حد تاني جاي يتولى البلد ديت يضيعها يخربها زي ما احنا شايفين كده. لا، اذا كنا احنا مقتنعين، وانا بتكلم بمنتهى الجديه والحزم في الموضوع، الموضوع ده لن اسمح به، ولازم تتخذ به اجراءات دكتور مصطفى مدبولي مع كل المحافظات ومع كل التعدي. وانا جبنا معدات هندسيه تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسيه. لا يمكن هنسمح ابدا وانا بقول الكلام دوت. واذا كانت الناس مش عاجبها الكلام ده تبقى تستفت على ان احنا نسيب المكان ونمشي. انا بقول الكلام ده، مش هينفع ان احنا دوله تتحول للكلام اللي احنا بنعمله ده. انا جبت عرضته هنا عليكم عشان تعرفوا انا بتألم وبتعذب كل يوم ازاي، وانا بشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت واهلها بيدمروها. بقى احنا قاعدة قاعديها، احنا قاعدة قاعديها البلد ديت، مش اللي بيعملوا معانا الارهاب بس. لا والله، لا والله العظيم، ده عدو، ده عدو. طب انت عايز تبني؟ خليني انظم لك وابني لك، انا اخطط لك الارض واقول لك ابني هنا، حتى لو كانت على ارض زراعيه يبقى موضوع متنظم ومترتب. انما كده لا لا لا. وانا بقول للساده المحافظين، اللي لا يستطيع ان يحقق الانضباط، والساده مدير الامن اللي موجودين، بصراحه قول لي يا فندم ده موضوع ما انا مش قده، سلام عليكم. اللي مش هيقدر يقوم معانا بما تحتاجه الدولة دي، بصراحة
يقول يا فندم يعني ده موضوع اكبر مني وانا مش هتدخل فيه وانا هحترم رغبته. انا بتكلم وكل الناس سمعاني في مصر، انا بتكلم بقول تاني مفيش حد في العالم يتحدث عن اوضاعه قدام الرأي العام على الهوى كده الا اذا كان الهدف من عنده اصلاح بس مش حاجة تاني. تاني بقول المحافظ مدير الامن الذي لا يستطيع ان يقف قدام الموضوع، وده رأي عام بقى ومش هنقدر يا فندم وكلام من هذا القبيل، يقول لي يا فندم انا ما اقدرش، انا ما اقدرش كل يوم في خلال 4 سنين في قرية واحدة اشيل كمية المباني دي، اشيل اسف كمية الارض دي واخولها المباني كده، ما اقدرش. وانا الدكتور علي موجود يعني يقول لي اعمل ايه القانون؟ انا يا دكتور علي هزيل ايه ولا زيل ايه؟ هزيل 200,000 مبنى، 300,000 مبنى، 400,000 مبنى، مليون مبنى؟ هينفع يا ايهاب؟ لا لا صحيح. خلونا يا جماعه ناخد خط ونقف، لكن ده اكتر من كده ده مش معقول. ده النهارده والله العظيم وانا جاي بالطياره والله لازال لغايه دلوقتي وانا بتكلم كده في ناس بتتعدى وبتبني. خير في ايه؟ بتعملوا كده ليه؟ يعني احنا مش فاهمين القضية؟ حجم الطلب عندكم على المباني بالطريقة ديت؟ يعني انتوا مش هاممكم ابدا بلدكم ولا مستقبل اولادكم عشان تعملوا فيها كده؟ اوعوا تفتكروا ان الشيف جاي من غير ترتيب. لا يا دكتور علي، أنا قايل هاتوا مثال من غير ما تذكروا القرية، مش كده يا إيهاب؟ تمام يا فندم. يا جماعة ده كلام مش معقول. وبصراحة المسؤولين عن الدولة أوعى حد يزعل مني في اللي هقوله. أوعى حد يزعل مني في اللي هقوله. يا رجال مظبوطين؟ يتصدوا لقضاياهم مظبوط؟ يا حاجة تانية. والحاجة التانية مش وقته. اللي مش قادر مش وقته. اللي خايف مش وقته. اللي خاف يقول لك لو سمحت، زي ما انا بتكلم على الهوا كده يتكلم برضه واحنا قاعدين على الهوا كده يقول لي فندم لو سمحت انا ما اقدرش. السلام عليكم. ما دام سكت وقلت اه تعمل ايه؟ نفس تنفس الكلام. انا جبت مثال والكلام ده يتوضع تحت اللجنه اللي اتشكلت خلال الفتره اللي فاتت لل سواء على مستوى المحافظات المجموعات الفرعيه او المجموعه الرئيسيه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وبقول تاني طب كفايه كده؟ اه كفايه كده. كفايه كده، خلينا نصلح اللي احنا فيه ده ويبقى ونحافظ على المتاح عندنا من ارضنا. يبقى كفايه كده. انا ببقى شايف حرم الترعة في كتير من القرى وانا ماشي فوق، اللي من فوق من الترعة ده حاجة تانية خالص غير اللي انتوا لما تمشي وسط الناس تشوف العجب اللي بيتعمل في بلدنا. تاني اللي احنا فيه ده كفاية كده يا دكتور مصطفى؟ كفاية كده. كفاية كده السادة المحافظين؟ كفاية كده. كفاية كده السادة مدير الامن؟ كفاية كده. في عمد وفي ده، لو سمحتم ما تخربوش بلدكم، ما تخربوش بلدكم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده خراب، خراب يا جماعة لدولة، ما حد يعمل كده. فأنا يعني الأمر لله ثم لينا كلنا، لينا كلنا، وانا لا يمكن ابدا هسمح بده، لا يمكن هسمح بده. ودي رابع مره اقولها، وانا اتكلمت في الكلام ده من 3 سنين وشويه، قلت يا جماعه اللي احنا فيه في التجاوز والمخالفات ده مش دوله، ده اي حاجه كنا مقبول فيه من 2011 لظروفنا. طب هنقف امتى؟ هنفضل كده لغايه امتى؟ هنفضل نتجاوز لغاية امتى؟ طب كانت الظروف الأمنية كده ساعتها، هنفضل كده لغاية امتى؟ ده كلام مش
آن الأوان كنا قلنا من 16 ومن 17 نتوقف ونبتدي نقنن الأوضاع ونشوف الحكاية ونخلص. وديت صلاحيات كبيرة جدا للسادة المحافظين، ودلوقتي اديت صلاحيات أكتر عشان الأمور دي تخلص بالكامل. تفتكروا في دولة، يعني في دول فيها حاجات كتير من دي، لكن في دولة عندها حلم انها تبقى دولة كانت في العشرينات من الدول يعني والثلاثينات من الدول اللي متنظمة اكتر من كده، تبقى كده بالطريقة دي؟ تبقى احنا بنبقى على مساحة الرقعة الزراعية بتاعتنا قاعدين نعمل في مناطق عشوائية وبناء. انا اقبل اني نبني بس ما بنش يتبنى كده تاني. انا بقبل اني ابني بس اخطط لك، وحتى على ارض زراعيه ايوه طبعا ما في نمو سكاني هنعمله، لكن انا خطط لك الارض وهتبقى الامور واضحه عشان اعرف اصرف عليها، عشان اعرف اجيب لك انفق على الصرف الصحي وميه الشرب والكهرباء والطرق اللي بشكل. انا لما باجي اعمل اي حاجه هنا ما بعرفش اعملها، بنفق اكتر من اللازم عشان اعمل ده. الموضوع ده تكليف للحكومة وتحدي للحكومة واختبار للحكومة. ده تكليف وتحدي واختبار، وده أمر بصراحة بقول تاني على الهوى والدنيا كلها في مصر بتسمعني، اللي لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب. يعمل يا محمد يسيب مكان. كمل يا شيخ. تحت امر سيادتك باكد امام سيادتك يا فندم، ونتعهد ان احنا قادرين على رصد اي متغير بيتم على ارض الدوله لحظه بلحظه طول خلال ساعات اليوم والى وطول ايام السنه واي اوامر يا فندم.